أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنوا الوجوه وتسلما، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الحمد والملك الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوا رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم. تراهم على الأنضاء الشعثاء رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم تثنهم لذاتهم والتنعم. يسيرون في أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرما، كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأنهم شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم. إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم. ولا عجب من ذا فحين إضافة إلى نفسه الرحمن فهو المعظم. كساه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم. وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم ويدن به الجبار جل جلاله بهم أملاكه فهو أكرم. يقول عبادي قد أتوني محبة وأني بهم بر أجود وأرحم، وأشهدكم إني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعم. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أرحم. وما رؤي الشيطان أحقر في الورى وأدحر منه عندها فهو ألوم. وذاك لأمر قد رآه فغطى فأقبل يحث الترب عنه ويلطم. لما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم. بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم. أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه السقاء ساقطا يتهدم. وكم قدر ما يعلو البلاء البناء وينتهي إذ كان يبنيه وذو العرش يهدم. وراحوا إلى جمع فباتوا بمشعر الحرام، وصلوا الفجرة ثم تقدموا إلى الجمرة تلك الكبرى يريدون رميها لوقت صلاة العيد. ثم تيمموا منازلهم لنحر يبغون فضله وإحياء نسك من أبيهم يعظم. فلو كان يرضى الله نحر نفوسهم لجادوا بها طوعا ولأمر سلموا. كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدماء، ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم وذلك للبعيد ميسم. ولما تقضوا ذلك التف الذي عليهم وأوفوا نذرهم ثم تمموا، دعاهم إلى البيت العتيق زيارة. فيا مرحبا بالزائرين وأكرم. فلله ما أبهى زيارتهم له وقد حصلت تلك الجوائز تقسم. ولله أفضال هناك ونعمة وبر وإحسان وجود ومحرم. وعادوا إلى تلك المنازل من منى ونالا منهم مناهم عندها وتنعموا. أقاموا بها يوما ويوما وثالثا وإذن فيهم بالرحيل وأعلموا. وراحوا إلى رمي الجمار عشية شعارهم التكبير والله معهم. ولو أبصرت عيناك موقفا وقد بسطوا تلك الأكف ليرحموا، ينادونه يا رب يا رب أننا عبيدك لا نرجو سواك. وتعلم وها نحن نرجو منك ما أنت أهله، فأنت الذي تعطي الجزيل وترحم. ولما تقضوا من منا كل حاجة وسألت بهم تلك البطاح تقدموا إلى الكعبة البيت الحرام عشية وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا. ولما دنا التوديع منهم وأيقنوا بأن التداني حبلهم متصرم
ولم يبق إلا وقفة لمودع، فلله أجفان هناك تسلم، فلم ترى إلا باهتا متحيرا، وآخر يبدي شجوه يترنم: رحلت وأشواقي إليكم مقيمة، ونار الأسى مني تشب وتضرم، أودعكم والشوق يثني أعنتي إليكم، وقلبي في حماكم مخيم. هناك لا تثريب يوم على أمر، إذ ما بدأ منه الذي كان يكتم.